من مدينة رام الله، يعارض وزير الخارجية الأمريكي أي إجراء من أي طرف من شأنه جعل تحقيق حل الدولتين أصعب، مثل توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء. وفي آخر محطات جولته في الشرق الأوسط، جدد الوزير دعوته لنزع فتيل العنف المتصاعد، ودعم واشنطن لحل الدولتين من أجل إنهاء الصراع المستمر بين إسرائيل وفلسطين. أعلن بلينكن عن أن بلاده ستقدم 50 مليون دولار إضافية لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالفلسطينيين، حيث يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على المساعدات الخارجية. وكانت الإدارة الأمريكية الحالية قد استأنفت تقديم المساعدات للفلسطينيين في عام 2021 بعد أن أوقفها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، ما أثار امتعاض السلطة الفلسطينية حينها. وقد سبق وصول بلينكن لقاء ثلاثي لبحث الأوضاع الأمنية، جمع الرئيس محمود عباس مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس المخابرات الأردنية أحمد حتقاي. تهدئة ضرورية بالنظر إلى أن شهر يناير الحالي شهد سقوط 35 فلسطينيا في أكثر الشهور دموية منذ 2015، في حين ازدادت هجمات المستوطنين أيضا. وعليه علقت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي التنسيق الأمني مع تل أبيب بعد أكبر مداهمة تشنها القوات الإسرائيلية منذ سنوات، حين توغلت في عمق مخيم اللاجئين في جنين. تلك الممارسات بالإضافة إلى وجود حكومة إسرائيلية يمينية أقلقت الإدارة الأمريكية، ودفعت الرئيس جو بايدن إلى إرسال مستشاره للأمن القومي إلى تل أبيب في منتصف يناير. لكن تلك الزيارات قد لا تمحو الاستياء من قبل الفلسطينيين تجاه الإدارات الأمريكية في قدرتها على كبح جماح حكومة إسرائيلية وصفت بأنها الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ البلاد. إن الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية وحاديث ذلك التي تنتهك الاتفاقات المقطعة والقانون الدولي هو المدخل الأساس لعودة الأفق السياسي وإنهاء الاحتلال وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية من أجل صنع السلام والاستقرار والأمن للجميع في منطقتنا والعالم. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إذن أكد وجود أفكار بناءة وخطوات عملية من كل الأطراف بغية تخفيض التوتر بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وأنه كلف فريقا لمواصلة النقاشات. نستمع إلى مقاله. Restoring calm is our immediate task, but over the longer term we have to do more than just lower tensions. The United States is committed to working toward our enduring goal of ensuring that Palestinians and Israelis enjoy equal measures of freedom, security, opportunity, justice, and dignity. And it's President Biden's firm conviction that the only way to achieve that goal is through preserving and then realizing the vision of two states for two peoples. The United States will continue to oppose anything that puts that goal further from reach, including but not limited to settlement expansion, legalization of illegal outposts, move towards annexation of the West Bank, disruption to the historic status quo on Jerusalem's holy sites, demolitions and evictions, and incitement and acquiescence. لقراءة هذه التطورات أرحب بضيفي من رام الله، ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية. مرحبا بك دكتور أحمد. بداية، هل يمكننا القول أن الأزمة انتهت؟ هل نجحت زيارة بلينكن باحتواء دوامة العنف؟ يعني أنا أعتقد أنه من المبكر الحديث عن انتهاء الأزمة، وأيضا أننا دخلنا في مرحلة التهدئة مع الجانب الإسرائيلي. أنا الحقيقة يعني ما يواجه يعني جهود بلينكن
إصرار فلسطيني على وقف كل الأعمال الأحادية الجانب التي من شأنها أن تجحف بمفاوضات الوضع النهائي وخاصة الاستيطان والوضع التاريخي في القدس والأماكن المقدسة وأيضا الحدود وأيضا المياه والموارد الطبيعية وأيضا موضوع اللاجئين، إضافة إلى هناك يعني إجراءات أحاديث الجانب الأخرى تمس بالترتيبات الأمنية المشتركة وتمس أيضا بالوضع الاقتصادي وخصوصا الخصومات المالية الغير قانونية، بما في ذلك أيضا المساس بنقل الصلاحيات المدنية التي نقلت للسلطة الوطنية الفلسطينية. أستطيع القول أن بايدن يريد إدارة الأزمة لأسباب مختلفة تتصل بأن الولايات المتحدة لا تريد أن تنفلت الأمور ويؤدي ذلك إلى تصعيد الموقف وإلى التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة وليس أيضا في فلسطين، لأن هناك تحديات تواجه الإدارة الأمريكية، تحديات تتعلق بقدرتها على استمرار قيادتها للنظام الدولي الأحادي الجانب ومواجهتها لروسيا والصين، وأيضا عندها الأولوية الآن في إدارة الصراع مع إيران والملف النووي الإيراني، في حين أن الجانب الإسرائيلي يعتقد وخاصة مع حكومة نتنياهو سموتريتش بن غفير أنه آن الأوان، أو أن هذه الحكومة تعتقد أنها تستطيع أن تحسم الصراع لمصلحتها وفرض الحل الأحادي الجانب وإزاحة حل الدولتين المتفق عليه دوليا عن الطاولة وفرض رؤيتها لحل فقط ينسجم مع بالنظر إلى هذه المعطيات لتدبير الكيانية السياسية الوطنية الفلسطينية، السلطات الفلسطينية ماذا لمست من بلينكن حيال حل الدولتين؟ يعني قال بلينكن أو حث الطرفين على تفادي أي إجراء من شأنه أن يجعل هذا الحل أكثر صعوبة، ماذا لمست السلطات الفلسطينية من هذا الحديث؟ هل لمست أي جديد أو أي جدية من الولايات المتحدة في هذا الإطار؟ بصراحة لا جديد يحمله بلينكن على الموقف اللي سمعناه اليوم، على العكس من ذلك نحن نرى أن الموقف الأمريكي في تراجع وفي تلآكل في آن معا، وأن هذا الموقف ليس لديه المصداقية والجدية. لم تلتزم هذه الإدارة منذ أن تسلمت مهامها إلى الآن منذ عامين تقريبا من تنفيذ أي التزام أو اتخذت أي إجراء لدفع حل الدولتين أو لإنقاذ حتى حل الدولتين، والضغط على إسرائيل لوقف كل إجراءاتها أحادية الجانب. على العكس من ذلك نحن نعتقد أن هذه الإدارة ليس لأنها لا تستطيع أن تضغط على إسرائيل وأن تدفع بالحل السياسي، وإنما هي لا تريد واقعيا، لأنه كان لديها الفرصة مع حكومة لبيد وسابقا ولم تتخذ أي إجراء يعني مع الحكومة السابقة، وبالتالي نحن نعتقد أن سقف توقعاتنا كما كنا نعتقد أن في زيارة بلينكن، كما هو الحال في زيارة ويليام بيرز، كما هو الحال في زيارة جاك سوليفان، أن الموقف الأمريكي يعني لا يتجاوز الدعوات الصالحات، وأيضا يضعنا بذات المستوى مع الاحتلال الإسرائيلي. نحن يطالبنا ويطالب إسرائيل بوقف العنف ووقف التصعيد، ويطالبنا بعدم المساس بالحل النهائي، في حين أن الفلسطينيين ليس لديهم ولم يتخذوا أي إجراء من شأنه أن يمس أو أن يعطل حل الدولتين. سبق وصول بلينكن إلى رام الله زيارة لمديري المخابرات المصري والأردني، وكانت على نحو مفاجئ. لو تسمح لي، ما الذي جرى في الكواليس وماذا نفهم من هذه الزيارة؟ يعني هي زيارة أستطيع القول أنها زيارة تضامنية لا أكثر ولا أقل، وهي عبرت ونقلت موقف رئيسي
البلدين الشقيقين جلالة الملك يعني لا ضغوط تمارس من الفتاح السيسي من قبلهما؟ يعني أنا لا أستطيع أن أقول ضغوط أنا هذا الموضوع، أنا أستطيع أن أقول أن هناك نصائح يعني قدمت، وإحنا برأينا أنه الموضوع بالنسبة لنا الموقف الفلسطيني موقفا واحدا وموحدا، لا تراجع عن الإجراءات الفلسطينية التي اتخذت قبل إنهاء كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب. الرئيس عباس كان عبر دكتور أحمد عن استعداده للحوار مع نتنياهو، هل ما زال هذا التوجه موجود؟ نحن لا نقطع يعني الحوار بالنسبة لنا هو مسألة أساسية، ونحن يعني الحوار بالنسبة لنا هي قضية جوهرية لإدارة الصراع، لكن الذي يرفض الحوار ويرفض المفاوضات ويدير الظهر لأي إمكانية لإجراء حوار سياسي هو نتنياهو وحكومته. وبالتالي المسألة بالنسبة لنا من حيث المبدأ نحن لا نقطع صلة الحوار مع أي طرف من الأطراف. بعد زيارة بلينكن هل يمكن أن يعود التنسيق الأمني مع إسرائيل أم أن هذا أمر مستبعد؟ يعني خليني أوضح، إحنا يعني كلمة تنسيق أمني إحنا الحقيقة لا نحبذها على الإطلاق، نحن نقول الترتيبات الأمنية المشتركة لأنه ليس تنسيقا من جانبا واحدا. الأمر الثاني هذا مرهون إلى حد كبير بنجاح الفريق الذي يعني سيباشر منذ الغد جهوده معنا ومع الجانب الإسرائيلي للتوصل حول القضايا التي طرحناها والمتصلة بالإجراءات الأحادية الجانب الجوهرية وعلى رأسها الاستيطان ومصادرة الأراهضي وهدم البيوت وتغيير الوضع القانوني وتغيير الوضع التاريخي في القدس، نعم، وأيضا سرقة الأموال الفلسطينية التي تجري من قبل يعني حكومة نتنياهو. بكل الأحوال هذا مرهون بما بالتقدم الحاصل في هذه القضايا. إذا لم يحصل أي تقدم الموقف الفلسطيني لن يغير موقفه ولن يكون مضطرا لتغيير موقفه. نعم واضح. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية، حدثتني من رام الله. شكرا جزيلا لك.